مشاهدينا بعد ما شفنا لقطات من كليب تاع دي جي مولاي اللي راه مسوس يجي عنده يربس. مرحبا بك مولاي معنا اليوم في الحصه تاعنا كليب توب. ونشكرك اللي راك حاضر معنا نورتنا الحصه. الله يكرمك شرف لي يعني معك. احكي لنا شويه على هذه اللقطات تاع الكليب اللي شفناهم معنا. كليب درنا احلى ليالي اللي كان قبلها مع نور الدين باريكو. طلعوا فيه لي في تاع الله يبارك 5 مليون في. بغينا نديرو حاجه جديده للشعب تاعنا وانا في البيك تاعي. ولفني شغل توجور اللي ندير لها حاجه جديده، هضره جديده، حاجه جديده وتكون حاجه نقيه. شكون هو دي جي مولاي؟ دي جي مولاي، دي جي مولاي السيغلي، ولايه معسكر، عندي لاج فوطو، فوطو ان شاء الله، راني في المجال الفني. الله يبارك. دي جي مولاي بما ان في المناسبه رانا في بلاصه شويه ان بو سبيسال، باش تفكرك هذه البلاصه؟ هذا الديزاين باش يفكرك بابو اللي غرق. هادي قلت له فغوني راني خايف نغرق شكون يعطيني الحق. هادي واش راك مخرج غوني هكا؟ دير هاك اللي فينا. ان شاء الله. ان شاء الله. دي جي مولاي دي جي ولا مغني؟ انا دي جي. دي كورونا مع سليم الجاهد حصة تاعي تاع المنشار. سيتي لا بروميير اكسبيريونس. واه معاه. كنت غادي هكا دي فوا بصح نمشي معاك شغل غاشي بدا توالفني في التيفي ولا تيفي من لا عندك فوا شابة عندك فوا شابة هاي الخطرة السيد راني كل خطرة ندير غنية قاية وندير لها كليب شباب ونعطيها للجمهور باش يسمعوها بليزير غاشي تبغينا وتسقسي ندير لهم حاجة جديدة. الله يبارك. تجي مولاي قولي شكون قلت لنا بلي سليم هو اللي ديكوفرا اللغة تاعك مي قبل سليم قلت لي كنت ندير شوية كنت نغني شكون اللي قال لك قبل سليم شكون اللي قال لك تغني غني؟ أنا من صغري في الكاميرا مان مع بويا تما في هذا المجال قبل الأحداث فماليش نعاود نولو لها تما من صغري طالع في هذا المجال كاميرا من كاميرا دي جي دي جي ولا عندي استديو دروك راني دي جي بروديكتور كاميرا مان كيف نقول لك؟ خذيتها دراهم لا لا شي دراهم كنت صغير وكاميرا في لي مارياج هي دي كي تدخلي عند النساء تلقاي وحده تدير لك تعطي لك وجهها وحده منا وحده منا هي وليت لك راه تاع الحرمه هي وليت شغل ايفيتي كاع شغل مشي حتى يعطيك الصحة دي جي مولاي على هذه الصراحة اللي كانت على الأسئلة تاعنا نروحوا غادي نروحوا فاصل ونولوا مع فقرة أخرى. واللي راه موسوس ياهو يجي عندي يرقص يا بونا خويا عطيك الحبوبة يا حبيبي راني برد راني خرخش ماني جبت لك هذه الحاجة تاعي هزي كتفك وروحي بشوية مشاهدينا بعد ما شفنا كليب تاع دي جي مولاي اللي راه موسوس نورمالمون يروح يرقي هو قال لك يجي عندي يرقص دي جي مولاي فهمنا علاش اللي موسوس يجي عندك يرقص اللي راه موسوس اللي راه مغموم اللي عنده حاجه يجي عندي مولاي بلا سحاره ما يدير والو سحارة محمد محمد صاحبي بن دحمان الشقراخي حيوه بالمناسبة صاحبي لانتين ضل معايا اسكو كاينة منها مولاي بلا سحارة ما يدير والو هادي باينة يد وحدة ما تصفق سحارة بلا موسيقى خويا وصاحبي وكابري في رحبة بديتو في رحبة بدينا في رحبة بديت انا كنت دي جي وهو كان يلعب سانتي وآلة سانتي باش وقع هذاك الخطط ما بينك محبة إلهية
الهي يقول دي صدفه قرن الف ميعاد لقينا احباب شويه بشويه هكا سنديرو أيوة لقينا سحاره ولد بلادي محمد وحانوت حدا دارهم وهو ثاني في دار دومين تاع الموسيقى نعرفه ديجا من بكري يخدم موسيقى يلعب كان يلعب على الكورديون بشويه بشويه هو اللوجيسيال اللي يخدم به انا واللي يخدم به هو كيف كيف سينا باش نديرو حاجه انا وياه مولاي قلنا نتاع عرفت بزاف بالقلال قلنا وعلاش القلال قلال ستيل تاعي نبغي القلال نبغي حاجه تاع امبيونس نبغي حركه انا ما نبغيش حاجه سنتيمونتال غنيت سنتيمونتال ولا شويه نغني سنتيمونتال بصح شغل الغاشي والفوني بحاجه تاع امبيونس علاش مولاي خير القلال تاع سنتي ومشي قلال فاصه هذاك شغل والفته انا الاول درتها في بيسي نخدم به نعرف نلعب به جاتك في راسك باش تخدم القلال تاع الصح ولا تاع نبغي نلعب عندي هكا بصح في يدي ما نعرفش في اليد ما عنديش بصح مين في البيسي نلعب هكا خادمه لوحدي ثم نلعب شراني باغي اون بليس انا ما نقدرش نقلل ونغني بصح ونخدم ما جاياش ثم خادم حاجه اللي تساعدني انا معروف بها يعرفوني كاع دي جي مولاي كان شاب بلال كبير كان مدرس مع الشيخ النعام بالغنى كانوا يخرجوا دي كاسيت ما بيناتهم واحد يعاير واحد ولا واحد يرد الهضره لواحد بلي كاسيت انت غنيت غنية وقلت فيها انت شكون انا مولاي تشكون قلنا على من كنت ما كنتش والله ما كنت هذه خدمتها دا زمان خدمتها مش عاقل والله ماني عاقل هكا 2012 هكا ولا شاعت لي بصح ما شاعتش ما كنتش داير اسم زعما كيما نقولوا اسم كبير هكا يعرفوني ولا قلت نعاودها ستيل واحد اخر جديد مع نور الدين باريو اللي نحيوه درتها الغاشي سمعتها اكسبتتها عجبتهم كاع حاجه قيه شابه ما فيها حتى معنى كاع نبغيهم وكاع نبغيهم حبيبي حياه يا الوالده يا تقوى ما بدات عاد خليه لوحدها وانت يا صفق له عاد خليه لوحدها وانتو ما صفقوا له للام 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 هيا ضربوا الحياة كتردوا الهضرة كترد ونروا هضروا لي شيء لأن نور دي باريكو وراه العيا دي جي مولاي دي جي جا ولي شونتير جا يا خوتي دي جي مولاي كاين غنية بارمي الغنى تاعك اللي هي اخر كليب تاعك حنا عندنا كما فهمناك في الديبي كاين الفقره اللي هي كليب توب و بارمي هاد لي كليب راهي كاينه غنية تاعك تاليه اللي هي روما ولا نتوما ثاني روما ولا نتوما ما كنت تقصد حتى واحد ما كنتش نقصد شكون هما اللي روما ولا هما هذه اي واحد يقولها كاين اللي راه متضايق كاين اللي فاهمك شغل درت غنية ما عنديش كي نفهمك شغل رايحة أمبيونس تاع واحد مغبون تاع واحد بيفاجي فيها كاع صوالح تبين لها كليب واحد آخر مع نور الدين أيا ما الوقت ما ساعدناش درت كليب هاكا تاع بوفوف هذيك درنا مشاهدينا وصلنا الفقرة جاية ان بو بيزار يسموها بورتري شينوا نروحوا لك اول تخيل معاك دي جي موناي كونسونطري معايا غاية باسكو هاد الفقرة تطلب كونسونطراسيون مليحة تخيل انت يوم من الأسبوع واش من يوم تكون؟ الجمعة شدير في الجمعة؟
جمعة، الجمعة يوم مبارك، باين بلي الجمعة بلي عيد المسلمين. صح، باغ صلاة الجمعة وكاع شي يدير. اسكو هو يمثل لك جوغ دو روبو كيما كاع الجزائريين ولا؟ ما عنديش روبو كاع، ما عنديش روبو تاعي كيما نبغي، خدام عند روحي. دي جي مولاي، تخيل انت شخصية معروفة عالميا، واش من شخصية تكون؟ مايكل جاكسون. على؟ العالم يعرفه. تخيل انت كوكب من الكواكب، واش من كوكب تكون؟ القمر. على؟ نضوي على الغاشي في الليل، كي تكون مظلمة عليهم نضوي عليهم. الله يبارك. تخيل دي جي مولاي، انت آلة موسيقية من الآلات الموسيقية، واش من آلة تكون؟ وعلا. كون قال الله يشبعوني سبعة. قلال قلال. قصبة علاه؟ نبغي القصبة. القلال ما قلتلكش علاه، كنت على بالي علاه، تهضرنا عليها. القصبة فيها واحد فيها حلاوة تاعنا، حاجة تراديسيون، حاجة تاعنا. رئيس البلديه، شنو دير الشعب تاعك؟ شي شاطر طالبه معيشه؟ خاطيني ما يكونش كاع. تخيل انت ولايه من الجزائر، واش من ولايه تكون؟ الجزائر كاع شابه صراحه، يا شابة يا. اي واحد تكون عندها هكا فيل بريفيري، ما غير ماشي عايش فيها ولا ماشي لا فيل تاعك ولا الله ما على بالي. الجزائر فيها كم في ولايه؟ نقول لك وهرا تقعدي فيها وهرا تكرهي، نقول لك صحراء تقعدي سيمانه تكرهي، وين تروحي؟ الجزائر كاع شابه. ما عندكش ولايه راك باغي تكون؟ لا، عندي بلد الجزائر. دي جي مولاي، تخيل انت ماكله، واش من ماكله تشرب؟ رشطه. نبغي الرشطة، كليتها خطا. هي الأكلة المفضلة ليك؟ ماشي، أنا نبغي كلش، ناكل كلش، ما عنديش بروبليم كاع. مي البلا بريفيري تاعك هو الرشطة؟ ماشي، نبغيها الرشطة، الرشطة علاه؟ خاطرش حنا منا صحاب الغرب ما يديروهاش بزاف. ثم كان نبغي نروح الجزائر ولا هاكا من يعرضوني ولا نبغي ناكل الرشطة، خاطرش ما ناكلهاش بزاف. كي تخيل روح دي جي مولاي في جونغ لا توني اللي يبغيها، واش من توني تكون؟ اسكو كلاسيك، سبور ولا؟ انا ما كلاسيك ما سبور، عندي لوك نبغي نماري على حسب الخاطر تاعي شي يقول لي. ما عندكش مناسبه تكون عندك مناسبه بين بلي كلاسيك، كي تكون خدام هكا ولا حاجه تاع دي جي بين بلي تكون خفيف. ايوا دي جي مولاي، لو كان يتخيل روحه اللون، واش من لون يكون؟ ابيض. على رمز السلام. نشكرو قناة الباهية ونشكروك انت على الاستضافة، وكليب توب ان شاء الله فيها النجاح على ربي ان شاء الله. ولي فان تاوعنا نقول لهم صافي كرون بليزير، اللي يبغونا من عند ربي ما يعرفك ما والو يبغيك تما صافي كرون بليزير، وان شاء الله احنا تاني نكونوا عند حسن الظن تاعهم ان شاء الله. وكاين جديد دي جي مولاي مع لي شونتور لي ستار دو راي ان شاء الله، مانيش نخدم غير لي ريميكس، انا نخدم برودكسيون مع لي شونتور. كاين جديد تما راني هاك هاك. ودي جي مولاي تلقوه ثاني في الخيمه تاع بوستو ان شاء الله في لو 20 جوي حتى العيد الكبير ان شاء الله. دي جي مولاي ان شاء الله نتلاقوا في فرص اخرى، نتمنى لك المزيد من النجاح. وكنت خفيف علينا بزاف. مشاهدينا انتظرونا بعد الفاصل.